بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insya Allah malah sama-sama kita membaca surah Yasin dan juga surah-surah pilihan insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi insya Allah kita sama-sama baca surah Yasin. Kita niat hadiahkan buat arwah-arwah, buat arwah yang ada saya dan juga buat arwah muslimin muslimat kesemuanya insya Allah yang masih hidup ataupun telah lama meninggal dunia. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا
ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن
خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diamlah sahabat-sahabat sekalian, syukur kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama membaca surah Yasin, surah Al-Fatihah dan juga beberapa surah-surah pilihan, iaitu surah Al-Kahfi, Al-Waqiah dan juga surah Al-Mulk. Masya Allah, Tabarakallah. Surah Yasin tadi kita telah sama-sama niat sedekahkan ataupun hadiahkan buat arwah ayahanda saya dan juga arwah-arwah sahabat-sahabat semua. Saya niatkan untuk Muslim dan Muslimat yang masih hidup ataupun telah lama meninggal dunia. Dalamnya sahabat-sahabat sekalian, kita telah sama-sama membaca, telah mendengarkan baca surah Allah SWT, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Mulk. Sahabat-sahabat, surah Al-Kahfi sendiri kelebihannya adalah Allah SWT akan melindungi kita daripada fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Yang kedua, surah Al-Waqi'ah, Allah SWT akan melindungi kita daripada kepapaan ataupun ada usaha-usaha beritahu surah-surah surah kekayaan kan. Dan yang ketiga sahabat-sahabat sekalian, surah Al-Mulk, Masya Allah, surah yang mana Allah SWT akan mengangkat sisaan kubur dengan asbab kita membaca surah Al-Mulk. Jadi sahabat-sahabat sekalian, syukur kita kepada Allah SWT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat 341 mata yang setia membanah pada ketika ini. Masya Allah, Tabarakallah. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT buat sahabat-sahabat yang telah beri sokongan yang cukup padu. Alhamdulillah, 21,000 follower telah tercapai di TikTok saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Semoga saya terus bermotivasi untuk terus memberikan kebaikan untuk umat, berkhidmat untuk umat. Masya Allah, Tabarakallah.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat yang tap-tap screen, yang berkongsi rezeki. Saya sering kali beritahu bahawa untuk berkongsi rezeki tersebut tidak ada paksaan. Sahabat-sahabat yang nak bagi, boleh bagi. Tak bagi pun tak apa. Masya Allah, tap-tap screen pun dah cukup tanda sokongan untuk kita war-warkan lagi aktiviti-aktiviti yang berusulkan positif. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang mana nak tiru konsep dan sebagainya, dipersilakan. Kita, kalau boleh kita nak berbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti atau segmen-segmen positif keagamaan dalam TikTok ni sendiri, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat di TikTok boleh pilih mana yang sahabat-sahabat suka ataupun serasi ataupun untuk lampaukan masa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Tuan Masya Allah Jai 4954. Terima kasih sahabat-sahabat yang tulis dengan komen. Sahabat-sahabat juga boleh tulis di mana, daripada mana sahabat-sahabat, daripada mana. Saya bersiaran di Kapar Kelang, Masya Allah Tabarakallah. Dan insya Allah pada hari Sabtu ni saya akan bertugas di Kuala Selangor untuk perkhidmatan PA System, DJ Islami, Selawat Taslim, doa dan juga persembahan nasyid solo, insyaAllah semasa makan beradab. Jadi saya untuk sekitar Lembah Kelang dan juga sebarang Negeri Sembilan, insyaAllah boleh dapatkan khidmat saya. Tengok di bio kalau nak dapatkan khidmat PA System, DJ Islami, Solat Taslim, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah, sama-sama Julia Juliana, Masya Allah Tabarakallah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih Tuan, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, kita di TikTok ni kita perbanyakkanlah aktiviti ataupun apa-apa saja yang konten-konten yang positif, konten-konten yang mana kalau misal kata orang tu baca Quran kan, kita dengar pun dapat pahala, Masya Allah. Dan kita beri sokongan. Kalau kita tak dapat bagi dia pun kita tap-tap screen kan, Masya Allah Tabarakallah. Sekali ucapkan terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang beri sokongan yang cukup padu, sahabat-sahabat 24 mata yang serta mana, Masya Allah Tabarakallah. Dan saya nak akhiri live bermalam ini seperti biasa untuk ajak sahabat-sahabat kita semua untuk sama-sama berselawat, insyaAllah. InsyaAllah sahabat-sahabat kita berselawat tafrijah sama-sama. Saya pun first time juga guna muzik karaoke. Yang biasa lah, yang biasa Masya Allah. Kita ambil yang biasa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن sama-sama kita selawat tahiyat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu وتنال به الرغائب
الصلوات. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى sama-sama kita tutup dengan selawat Jibril sama-sama. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih 15 mata yang setia membantu pada ketika ini. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita tutup sembah kita pada malam ini dengan selawat Jibril. Masya-Allah tabarakallah. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah SAW, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, begitu banyaknya kelebihan selawat sahabat-sahabat. Jangan tinggalkan selawat sahabat-sahabat. Jangan lupa selawat sahabat-sahabat. Kita terus perbanyakkan selawat Rasulullah SAW. InsyaAllah sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, saya Khairul Azwar Ibrahim mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sentiasa menyokong
saya bersiaran sepanjang di TikTok, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT, dipermudahkan segala urusan dan mendapat kebaikan Insya Allah di dunia dan akhirat. Sama-sama kita perbanyakkan selawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah. Di sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah, Insya Allah ada rezeki panjang umur, kita akan bertemu lagi di next live akan datang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Insya Allah ada rezeki panjang umur, kita akan bertemu lagi di lain mata, Masya Allah. Saya kalau salah untuk air mata keluar, Masya Allah, apa, lembut hati, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kita perbanyakkan selawat, Masya Allah. Ada sahabat Nabi, sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku selawat 1/3, okey tak? Ini bahasa kita, bahasa kita lah kan. Rasulullah kata, beritahu kalau lagi banyak lagi baik. Kalau 2/3, ya Rasulullah, 2/3 lagi baik. Kalau lagi banyak lagi baik, Rasulullah beritahu. Jadi sahabat ni kata, kalau macam tu aku nak buat setiap waktu aku nak berselawat. Masya Allah, Rasulullah kata betul, itulah yang terbaik, Masya Allah. Di sahabat-sahabat sekalian, kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW, Masya Allah. Bila kita berselawat, nama ibu dan ayah kita disebut di hadapan Rasulullah, Masya Allah, dan kita dapat bantu arwah mak ayah kita, Masya Allah. Di sahabat-sahabat sekalian, saya rasa sampai ke hujungnya, Alhamdulillah, saya pun masuk kerja si malam ni. Nak siap-siap, Masya Allah, Tabarakallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon ampun dan maaf andai tersalah kata, tersasul dan berbicara sepanjang bersiaran pada malam ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sama-sama kita mengharapkan kebaikan, Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya siaran kita pada malam ini. Insya Allah ada rezeki panjang umur, kita akan bertemu di next life akan datang. Insya Allah, saya tinggalkan sahabat-sahabat dengan selawat Jibril, Masya Allah. Insya Allah, ini dia selawat Jibril. Selawat Jibril ni rakamannya bukan saya punya, ya. Saya beritahu awal, saya bukan saya punya rakaman. Kalau surat tafijiah biasa pasang tu memang suara saya. Saya rakam simple-simple saja. Tapi suara saya. Tapi untuk rakaman selawat Jibril ni, ramai gunakan apps beliau, Masya Allah. Oh, salah pula. Bukan yang ni. Saya nak share yang Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah. Ini Insya Allah saya tinggalkan sahabat-sahabat dengan selawat Jibril, Insya Allah.